أول شيء لأنه والدك، ثاني شيء لأنه تسمع إبداعات والدك، شقفة منه بين الناس. أكيد إن شاء الله. يا نور العين ارحمنا، ترفق لا تعذبنا، كفى ما قد جرى منك، متى ألقاك؟ يا نور العين كم تحرجني نظراتك، شوفني دوم أبكي لما أنا أشوفك. يا نور العين كم تجرحني نظراتك، شوفني دوم أبكي لما أنا أشوفك. الله يطول بعمرك وتضلك تتذكره وتغني. الله يطول عمرك. نوال والده، والد مطرف، المطرف قد ايه بشكل كان حالي بالمشهد الفني الثقافي الكويتي الخليجي بشكل انه يقدر يبصم بين جيل بجيل باكمله؟ طبعا اكيد له بصمه كبيره، يعني الله يرحمه. كان مميز، مميز فعلا بحضوره، الالوان اللي يغنيها، حتى حضوره على المسرح مميز، يعني ما يشبه باقي الفنانين. كمان حتى الحان، ابي اركز على الالحان اللي كان يغنيها، ما كان احد يغنيها غيره، صح؟ عنده لون واسلوب معين في الغنى ما حد يغني نفسه يعني، فاكيد له بصمه كبيره يعني. بعد عنا كثير.